أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تانية أول مدمج، استكمالا لمقرر مادة إدارة العمليات والإنتاج الوحدة التالتة تصميم المنتج والعمليات. يؤثر تصميم العمليات والترتيب الداخلي على كفاءة العملية الإنتاجية، ويمكن توضيح التمارين العملية المرتبطة بعملية تصميم العمليات والترتيب الداخلي على النحو التالي: يحتاج تصنيع إحدى أجزاء المنتج الرئيسي بالشركة إلى 5 عمليات إنتاجية على الخط الإنتاجي، والجدول التالي يوضح زمن الإنتاج في كل مركز إنتاجي: المركز الأول ألف، والمركز ب، والمركز جيم، والمركز دال، والمركز ه. زمن إنتاج الوحدة بالدقائق: في المركز ألف تستغرق 2 دقيقة، ب 3 دقايق، جيم 10 دقايق، دال 4 دقايق، أما المركز ه دقيقة واحدة. ومن هنا نجد أن هذه العملية تحتوي على 5 مراكز: ألف ب جيم دال ه، بالإضافة إلى زمن أو إجمالي زمن إنتاج الوحدة الواحدة في جميع المراكز هو 20 دقيقة، اللي هو في المركز ألف تستغرق 2 دقيقة، ب 3 دقايق، جيم 10، دال 4، ه 1. فإجمالي زمن إنتاج الوحدة في جميع المراكز بيساوي 20، اللي هو مجموع 2 3 زائد 10 زائد 4 زائد 1، هيدينا 20 دقيقة. المطلوب تحديد سرعة الخط الإنتاجي. أولا، سرعة الخط الإنتاجي هي سرعة أبطأ مركز إنتاجي موجود، ونعني بأبطأ مركز إنتاجي أكتر مركز إنتاجي يستغرق عدد من الدقائق. وبالتالي نجد أن المركز جيم هو أبطأ مركز إنتاجي، حيث تستغرق الوحدة الواحدة 10 دقايق، وبالتالي فإن سرعة الخط الإنتاجي هتساوي 10 دقايق. المطلوب الثاني، كم وحدة ينتجها الخط الإنتاجي في الأسبوع، علما بأن وقت العمل في الأسبوع 40 ساعة عمل، وما هي كفاءة التشغيل بالخط؟ لكي نستطيع تحديد عدد الوحدات المنتجة، وبالتالي فإن عدد الوحدات المنتجة بتساوي وقت العمل في الأسبوع بالدقائق مقسوما على سرعة الخط الإنتاجي. ولو عاوزين نحسب عدد الوحدات هنقسم وقت العمل على سرعة الخط الإنتاجي. لو محتاجين نحسب سرعة الخط الإنتاجي الجديد فنقسم وقت العمل بالدقائق على عدد الوحدات المطلوب إنتاجها، وبالتالي
سرعة الخط الإنتاجي هي زمن الإنتاج لأبطأ مركز وبتساوي 10 دقايق. عدد الوحدات المنتجة بهذا الخط خلال أسبوع هتساوي وقت العمل في الأسبوع مقسوما على سرعة الخط الإنتاجي. وقت العمل في الأسبوع كان معطى في التمرين ب40 ساعة، ولتحويل وقت العمل من الساعات إلى الدقايق فنبدأ نضرب في 60 دقيقة، فنجد أن وقت العمل في الأسبوع 40 ساعة مضروبة في 60 مقسوما على سرعة الخط الإنتاجي اللي هي 10 دقايق. نجد أن عدد الوحدات المنتجة بهذا الخط في الأسبوع 240 وحدة خلال الأسبوع. ولحساب كفاءة التشغيل بالخط، فإن كفاءة التشغيل بالخط بتساوي إجمالي زمن الإنتاج للوحدة الواحدة في كل المراكز مقسوما على عدد المراكز مضروبا في سرعة الخط الإنتاجي. إجمالي زمن الإنتاج للوحدة الواحدة في كل المراكز استنتجناه من الجدول الأصلي للتمرين، وهو إجمالي مجموع زمن الذي تستغرقه كل وحدة في كل مركز، وبالتالي لقينا 20 دقيقة. عدد المراكز كان عندنا 5 مراكز، المركز ألف وب وجيم ودال وه. سرعة الخط الإنتاجي قدرنا نستنتجها وهي كانت أبطأ مركز أو سرعة أبطأ مركز موجود، وهي كانت 10 دقايق. فنبدأ كفاءة التشغيل 20 مقسوما على 5 مراكز مضروبا في سرعة الخط الإنتاجي اللي هي 10 مضروبا في 100. نجد أن كفاءة الخط بتساوي 40%. أما بالنسبة للمطلوب الثاني، فإذا علمت أن الشركة ترغب في زيادة عدد الوحدات المنتجة إلى 600 وحدة خلال الأسبوع، فما هو عدد الآلات اللازمة لإعادة تجهيز المراكز؟ للتوصل إلى عدد الآلات لابد من حساب سرعة الخط المطلوبة للإنتاج الجديد، ولحساب سرعة الخط الجديدة للإنتاج الجديد يتم قسمة وقت العمل اللي هي كانت 40 ساعة مضروبة في 60 دقيقة على عدد الوحدات المطلوبة اللي هي 600 وحدة. وبالتالي نجد أن سرعة الخط المطلوبة للإنتاج الجديد هتساوي وقت العمل في الأسبوع مقسوما على عدد الوحدات المطلوب. يبقى سرعة الخط المطلوبة للإنتاج الجديد هتساوي وقت العمل 40 ساعة مضروبا في 60 دقيقة، هنقسمه على عدد الوحدات المطلوب إنتاجها 600 وحدة. يظهر ان عدد او سرعة الخط الجديد 4 دقائق للوحدة الواحدة. يبقى سرعة الخط المطلوبة لتحقيق انتاج 600 وحدة خلال الاسبوع هي 4 دقائق للوحدة الواحدة. ثم ننتقل الى تحديد عدد الالات المطلوبة لكل مركز. لحساب عدد الآلات المطلوبة لكل مركز هيساوي زمن إنتاج الوحدة بالمركز، وده بيجي من الجدول الأصلي. كان المركز ألف زمن إنتاج الوحدة فيه 2 دقيقة، والمركز ب زمن إنتاج الوحدة كان 3 دقايق. زمن إنتاج المركز جيم
10 دقايق، والمركز د 4 دقايق، والمركز ه دقيقة واحدة. زمن انتاج الوحدة بالمركز ده موجود في الجدول الاصلي للتمرين مقسوما على سرعة الخط الجديدة او سرعة الخط المطلوب اللي احنا طلعناها ب4 دقايق. فنجد ان عدد الالات المطلوبة بالمركز الاول الف هيساوي زمن انتاج الوحدة بالمركز من الجدول الاصلي اللي هو 2 مقسوما على سرعة الخط المطلوب اللي هي 4 دقايق. يطلع محتاجين نص آلة، لا يوجد ما يسمى نص آلة، ولكن نقرب الآلات إلى أعلى، وبالتالي نص آلة تعني آلة واحدة. عدد الآلات المطلوبة بالمركز ب هيساوي زمن إنتاج الوحدة بالمركز ب 3 دقايق من الجدول الأصلي مقسوما على 4 دقايق سرعة الخط المطلوبة، هيدينا 75% آلة، يعني تقريبا آلة واحدة. أما بالنسبة لعدد الآلات المطلوبة بالمركز جيم، زمن إنتاج الوحدة بالمركز جيم في الجدول الأصلي كان 10 دقايق مقسوما على سرعة الخط المطلوبة 4 دقايق، هنلاقي الناتج 2.5 آلة، تقريبا 3 آلات. أما عدد الآلات المطلوبة بالمركز دال هتساوي زمن الإنتاج للمركز دال في الجدول الأصلي 4 مقسوما على سرعة الخط المطلوب 4 دقايق، هيدينا آلة واحدة. أما عدد الآلات المطلوبة بالمركز ه، زمن إنتاج الوحدة بالمركز ه كان 1 دقيقة في الجدول الأصلي مقسوما على سرعة الخط المطلوب 4، هيدينا 25% آلة، تقريبا آلة واحدة. وبالتالي نجد أن كل مركز يحتوي الآن على آلة واحدة، فنجد أن عدد الآلات المطلوب إضافتها هي المركز الأول مطلوب آلة ويوجد به الآن آلة، وبالتالي لا يتم إضافة أي آلة بالنسبة للمركز ألف. المركز ب يوجد به آلة واحدة ومطلوب آلة واحدة، وبالتالي لا يتم إضافة أي آلات بالنسبة للمركز ب. أما بالنسبة للمركز جيم فيوجد به الآن آلة واحدة والمطلوب 3 آلات، إذن يتم إضافة آلتين للمركز جيم، هنضيف آلتين للمركز جيم لأن هو مطلوب 3 آلات ويوجد به الآن آلة واحدة، فعدد الآلات المطلوب إضافتها آلتان. بالنسبة للمركز دال لن يتم إضافة أي آلة، بالنسبة للمركز ه لن يتم إضافة أي آلة.